ثاني ولي ديسكينو كف حنا تازد السجى غونا أمدي ناحل ما حبي اسم دي جا ما حبي اسمك أنت ولي كغدي تبعون تتحجي لو نقالك خاف لو زبوني الماما صمي هذا تحلي الزاد أسلس بالطب الزاد الزاد فراخي والزاد الله يبارك إيه مايوش مايوش شو كتني في زد كنا مايوش زد كنا ميمي إيه زندك آخر ميمي أو تجي تدخل في تجيني أميمي زد كن شو سهي عطاكم صح إنك قريبوا لي فاكونس إذا قلوا حدا غراش الطوح كما قلت لكم خياتي راني نورمال راح ندير لي فاكونس ونقرا شويه على خاطر بري عندي لي زيكزام لي زيكزام كي نولي ديريكتومون لي زيكزام صافي لازم نقرا شويه وخياتي راهم خياتي راهم يطيبوا في العشاء اش اختهم بس قلت هذه اعطيكم صحه صحيت اذا كي شي لن وانا مشكلتي حنا شو تخدم حنا الخميس شوفوا مي بصح الله غالب ليلى راحت مي معليش شوف اختي الكاطو اللي دارت اللي دارتها اختي حنان يعني بزاف بزاف شباب على خاطر سي لانيفيرسير تاع اختي ميم كل غير اكيد بوك اش تيجي سكور خاطر خمو ما راح نداو انا كنا نقولوا داك جديد وخا ما جديس وبلي جات الشمس لحد السكور ابا ناس زيد خما كي كاطو هناك ايه هذا عطاكم صحه حنا شحال شوف حنا حاسه انا كي شطو حد نخدم شويه لانيفيرسير يا تحضر ميم كونوي لاقيني خما غدا كتولي لي كاطو كي كيدرا الباتيسي لاقيني شغل ديسيان قلت لكم السكور اه قلت لكم شغل انا شغل العاده تاعهم العاده تاعهم في مقلع ولا وين تسكن شغل لازم كي يروح البيبي هكا نوفوني كي يروح لدار جدهم ولا يدخل البيت حنا غادي يمكن كاين خما كجديد كي يروح لدار جدو لازم تدي معاها تدي معاها حاجه هكا سوكري تفاصو بزاف شابين شابين بزاف Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, t'es servie, joyeux anniversaire, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. الصدمات واو اسوي واش كامل
ليسونسييل دونك هنايا البنات كيما شفتوا يعني وريت لكم شويه بعض الاجواء يعني كي دانا لانيفيرسير لاختي. ان شاء الله يعني راح تعجبكم هاد لا فيديو على خاطر راح نكملو بيان سور. الى عجبتكم خليوا لي جيم وتانيك الكومونتير اللي راح يشجعني. اهنيه دوكا بالنسبه للصبيحه حبيت يعني نشارك معكم هاد الوصفه التقليديه اللي نديروها بزاف حنايا سورتو في المنطقه تاعنا اللي هي اشبض ولا اغرم البطاطا يعني تقدروا تقولوا خبز البطاطا. فوالا تفاصو بزاف مليح وبزاف بنين البنه تاعو لا تقاوم. حبيت نشاركها معكم ان شاء الله يا ربي تجربوها وتردوا لي بالاخبار في لي كومونتير في الفيديوهات الجايه. اهني يا بيان سور انا راح ندير بكميه كبيره على خطر رانا بزاف الدار يعني رانا عائله كبيره الله يبارك. صافي راح ندير كميات كبيره. الحاج الاولى ديجا كيلت بالعلبه هذيك تاع الكونفيتور كيما شفتوا درت 5 كيلات تاع السميد المتوسط وزدت تانيك 2 كيلات تاع الفاهنه ومن بعد درت الملح حسب ذوق. دروك هنايا راني بديت نلم العجينه تاعي هكا بالما يكون عادي راح نلمها كامل. تفاصو هاد الوصفة يعني بزاف سهلة سورتو الا درتو كمية صغيرة. انا كين حنايا في دارنا كي نديرو كمية كبيرة صح راح يجينا هكا واعر شوية على خاطر ديجا الطياب تاعو شغل نقعدو على الكوشة هاديك ما نكملوش حتى نموتو. وتاني كمام هكا كي نبداو نعجنو في الخبز هذا الله يبارك راكو تشوفو يعني كمية الله يبارك لاباس بها صافي نطولو عليه بزاف. دروك هنايا كيما راكو تشوفو راني لميت العجينه هذه راح نخليها شويه ترتاح يعني نخليها تتشرب شويه من الماء ومن بعد راح نولي ليها باش نبدا نعجن فيها ونزيد في الماء حتى يلحق سوا هكا كما طلع. دروك يعني راح تشوفو الطريقه باقي في حبايبك نكون تدني عاد نخدم مغروم البطاطا نغش شباض ونكل يوم نمشي سقا ونكون كخمنا قراصه شباض تولم لا كونتيتي تاع مقاطه نخدم خط الله يبارك يقرا خلا يدنا كخم صافي بجي في لنا نخدم خلا الحاجة تم زواتي كنت ولا مثلا نخدم 5 الكيرات بورن نغس 3 الكيرات الفارينة ذاون تاع نغس الملح اكن نحمل الملح الماكلة ومن بعد اسد تجمع اوكس وما انا كنت واجه مثل جشطو حادي ستافو ومن بعد دو غدا غوسي وكان اكما صيغة التاريخة بيان سوعة الضوغة في سينة خطر خما لكم تيتي ثم قوانت لخطا ما يدي يكني خلاغ بور خلاغ ورشتي الله يبارك شورو سنتيزمي ايا صافي كي ما تفضوغا في السن مي خدمه مي يرشا يون اث جايري في اث ستافو شطو حدا نو ونا نظن كينا كينا ما سلشا ثو كلي ذاكي ثو جاخ شطو حدا ستافو اغرمني يقريو غدد البطاطا ياكي كيف البطاطا نتا دناوي لا كونتيتي ثم قانت بلوس خلا بورشتي نخدم صافو بجي جمام البطاطا نخدم خلا يعني على كل حال شغل تخدم كيلا الكيلا البطاطا الكيلا بوركتي اكينا ايوا كنا دي فريزات مليح مليح لا وين دي تخدم يعني شطح كان البطاطا مي غون كيني اي خير ما تزيد البطاطا صح هذه وعيرو كلي ما تصبوي وما تسمساج كلي مي بصح يا خير ما تزيد البطاطا غير تزيد مي ما الا خمضاش كيشطح البطاطا تفغاو كيزيد تفغاو بد نورمال مغروم واش خصني نورمال لقيت ورا دواغ بعدا كصونا كم قران ري غا سمانه ذا نوع كنعطي البطاطا نتسير دروك بيان. دروك هنا يا خياتي كيما قلت لكم بيان سور البطاطا الخبز تاعنا راح نسحقو فيه البطاطا بيان سور قلت لكم خبز تاع البطاطا. دروك راح نديرو البطاطا باش تطيب في الماء قلت لكم راح ندير الكمية تاع البطاطا كيف مع الكمية اللي درتها من الخبز من المطلوع راح ندير كيلا مطلوع كيلا بطاطا. دروك راح نخلي البطاطا تاعنا تطيب هكا في الماء وراح نوليو للمطلوع تاعنا راح نكملو هكا نعجنو راح نكملو هكا بهذه الطريقه كيما راكو تشوفو. بيان سور راح نزيدو شويه من الماء ونسي نشرب هذاك الماء ومن بعد نكمل هكا بهذه الطريقه حتى نشوف باللي الخبز تاعنا ولا يعني لا تيكستور تاعو بدات تولي كيما المطلوع ما تلحقش كيما المطلوع على خاطر راح نزيدو في البطاطا. صافي البطاطا هذيك راح تخلي العجينه هذه شغل تخليها تخليها شغل سائله شويه. صافي خليو العجينه تاعكم قريب كيما المطلوع ما يلحقش بزاف. فوالا دروك هنايا كيما راكو تشوفو راني نبدل في العجينه على خاطر راني قسمتهم على 2 كيما شفتو على خاطر الكميه هذه كبيره شويه صافي ما نقدرلهاش باش نعجنها هكاك وهي كبيره وقسمتها على 2. كي نعجن وحده كي نعجن نص نخليه للطرف ونزيد النص الثاني هكاك حتى نكمل باذن الله.
تفاصيل راح نخليكم شوية مع الفيديو ومن بعد نولي لكم بإذن الله. فوالا دروك هنايا البنات كيما راكو تشوفوا راني كملت من العجينه وعجنتها بيان، يعني ما كملتش منها شغل الحق باش ندير لها الخميره كيما راهي بان لكم. راح ندير مغرفه ونص خميره الخبز ونزيد لها هيك الماء من الفوق ونسي نحلل في الخميره، ومن بعد نكمل في العجين تاع في العجن تاع العجينه كيما راكو تشوفوا، ونسي بيان سور ندخل الطونيه هذيك ولا خميره الخبز نسي ندخلها بيان. ومن بعد راني كملت يعني من الخبز تاعنا، هنايا راني بريسك كملت منه، راح نخليه للطرف. لقي ثلاثة حلقة سوالي مثل أقليس الشرقوش كثيني أقليس الشرقوش يعرف ثورة أدو غاجة البطاطا لقي تدنس قشروك بيان سوى دن محامية خطر واحدة كان أمبوسيبل تسلكة تدنس قشروك لي يعني ناكو ثيدا غروم اني شغلات كثيني إذا قاعد يحق مجاحة أم وش كثيني بغروم وش خسي سينو مثلا البطاطا لقي دي فسي مجاح مجاح صافي جمس شطوح يقول شوية يوكن مثلا مثل البطاطا يقيني اتفق سوا سوا كان سورتو البطاطا الا قسنا على الحمى سينو تقول سدوك مش كثيا البطاطا ما تسمض وترهالا اتنا لي كان الحمى ديوس ديجا ثاني صمض الحاله دار ديوك البطاطا ناديه ديوك وكتوني سلازله ديوس وتقول سوا البطاطا يعني اتفق اتنالوك اتنال داخل وكتوني سهولي ليسونسيال. دروك هنايا كيما قلت لكم لازم نتعاونوا على البطاطا هذه على خاطر وحدي ما نقدرلهاش نقدرش نكملها وحدي شغل نقشرها كامل، راح يجيو كامل خياتي ونتعاونوا ليسونسيال. راح نخليكم شويه مع الفيديو ومن بعد نولي لكم ان شاء الله. اكيد كنت ناتي حذيه كيش طوح دورا غور كنت ان شاء الله تفصو ان شاء الله كنتي داجي فلاروتين بوسا قيمة تاجفا كنتي جمثي جام اكو كومنتير يدو تسونكوراجين ذا انت دعو مثي هذي الفيزياء بيان لي فيزا بيان دواء بيان كيجي وكن ان شاء الله اطفال حوك لي ليسونسيال كيما قلت لكم حبيباتي دعوا لي نريفيزي بيان وتاني باش نجيب لي نوت بيان هكا باش نفرحوا وانتم تاني راح تفرحوا ان شاء الله. ما راح نخليكم فرجه ممتعه للجميع. هنايا خياتي كيما راكو تشوفوا يعني راح نبداو نسكرفجو في البطاطا تاعنا بيان سور راح نسكرفجوها هي سخونه هكاك باش تجينا سهله على خاطر كي تكون بارده تكون واعره بزاف كي نسكرفجوها صافي نبروفيتيو هكاك وهي سخونه نسكرفجوها بيان. وشنو تانيك نسيت ما قلت لكمش في بدايه كي وريت لكم البطاطا حبيت نقول لكم حنايا نختاروا البطاطا اللي تكون صغيره شغل تجينا واعره هكا باش نقشروها باش نديروا لي فيت وكل شيء. وتانيك كي نشوفوا هكا بطاطا شغل فاسده شويه نحيوا هذيك المنطقه وين فسدت
ومن بعد سواء نخبيوها ولا نديرو لها هكا اي حاجه نخبيوها ليسونسييل، ونلمو هكا كميه من البطاطا كميه هكا لاباس بها، ومن بعد نديروها هكا كخبز البطاطا. وهنايا كيما راكو تشوفوا بيان سور هنايا كيلنا كي نسكرفجوها راح نكيلو نديرو كيلا العجينه وكيلا من البطاطا مسكرفجه. ومن بعد بالنسبه للبطاطا ثاني ما تنساوش ديروا لها الملح. وهنايا راح نبداو ندخلو هكا البطاطا داخل العجينه كيما راكو تشوفوا بهذه الطريقه، وسيو هكا تشمخوا شويه الايادي تاعكم هكا بهذا الشكل كيما راكو تشوفوا. تفاصو قلت لكم حنايا نديرو كميات كبيره انا خاطر نحبوه بزاف، وتاني هكا باش ما تقعدش هذيك البطاطا وتفسد برك. اي فوالا كي ودنا تحت الثوره غتولي مثل البطاطا ني تشمك بيان داخل الكتي ياكينا، كنت نخمل كيلو البطاطا الكيلو بوركتي انا ما تشمك البطاطا ني بيان داخل الكتي ني اذا سي بون نقدر نحقد قيمه الحق يعني اي وكنا هيدو نسوب مازال كاين هنج اي وكنا ديالي وكلي ليسونسييل تيم تاع دانت الملح البطاطا ني داكي ثلاثه دغومه اتوريم. دونك هنايا راح نغطيو العجينه تاعنا ونخليه حتى يطلع تماما. لقيت حدايا تجا ادياجي وكليه توليم برامي ديوجي انكم صافي تنسبوي ثورا قيم ديالنا وكنا توليم لا ميثود امشي تنسبوي. فوالا هنايا دروكا بعد ما طلع الخبز تاعنا تماما كيما راكو تشوفوا يعني راح نبداو نطيبو فيه. بيان سور الطريقه اللي نديروها حنايا راكو تشوفوا في السنيوه هذيك درنا لها مسمد المتوسط، ومن بعد بدينا نحيو في الكريسه تاع المطلوع، ومن بعد نديروها نمدوها داخل السميد هذاك ونسيو نحطوها فوق البلاكه هذه، ونبدا نطاليوها هكا بهذه الطريقه ونديروها داخل الطاجينه. وبيان سو الطاجينه لازم تكون سخونه هكاك باش ما يتلصقناش. ومن بعد بالنسبه للكوشه ثاني تكون شاعله والنار تاعها تكون قويه هكاك باش يطيب. الله الله. وهنايا بعد ما طابت الاولى بيان سور بعد ما تطيب هكا الخبز تاعكم تنحيوه وتدهنوه بالزيت الزيتون. بيان سور زيت الزيتون راح يزيد النص من الكو تاعو، يزيد النص تفصو بزاف بزاف بنين. الا ما درتوش يعني زيت الزيتون ما راحش تبان البنه تاعو لا فيريتي. انا لو كان ما نديرلوش زيت الزيتون ما ناكلوش تلمو يكون بزاف بنين. دروكا راح نحل وحده تفاصو الولاد راهم داروا بيا هنايا كيما راكو تشوفوا باش ياكلوا على يستناوه كيما يقولوا بالقبيليه صاجو نتوما قول عاد يستناوه كيما الهلال تاع العيد. كي كنت نادي حدايا لقيني ثورا سورتو كي كنا صاد زيت واش با تاكديو فينا ريحه السهفات تفاصو صاجو نتي دوك لقيني وكنا تجن اكون تدينا اشباض وش اوتي غرفن الكونس واحد سكان. فوالا دروك هنايا في الاخير هذا هو المطلوع تاعنا تاع الخبز كيفاش خرج في الاخير تفاصو بزاف بزاف بنين. نتمنى هكا تجربوه وتردوا لي بالخبر في لي كومونتير في الفيديوهات الجايه. كي كنت ناتح لي ثان واش بون نمشي دي فان ان شاء الله هاد سيم اي دامس الاخبار لي كومونتير دي الفيديوهات اللي تدون هي شاون دينا رجعكم دي لهنا دي لامان دي تلويث الله فيديو ان شاء الله. باي باي.
مع السلامة.